في إطار معناها التفاعل مع المبادرة التي ألقتها وزارة التربية المتمثلة في تخصيص هذا اليوم كيوم مفتوح لحملة نظافة وصيانة في المؤسسات التربوية. في جهتنا نظرا لتجذر مثل هذه القيم فما معناها تفاعل كبير هذا اليوم، انطلقت العديد من الحملات في العديد من المدارس والمؤسسات يعني عديدات ومعاهد في مختلف المؤسسات التربوية في المدينة وكذلك في الريف. ولاحظنا وأنه عضد جهود وزارة التربية وخاصة الانفتاح لا فقط على المنظمات الوطنية، بل الشيء الجميل أنه اليوم ولينا نشوف شيئا فشيئا تواجد الولي في المدرسة. هو بطبيعة الحال ما فماش عودة مدرسية ما فيهاش إشكاليات، لكن المحاولات اللي يقوموا بها بالتعاون مع مختلف الأطراف هو أنه نستبق الإشكاليات هذه ونحاولوا أنه نتجاوزها ونقولها العلاج والآليات اللي تمكن من تنقيسها. فما عمل جدي تيلة السنة الدراسية والعودة المدرسية انطلقت بصفة مبكرة، لأن وزارة التربية هذه السنة انطلقت في الأعداد للعودة المدرسية وفي عقد الجلسات مع مختلف الهيكل الإدارية منذ شهر فيفري، ونتصور وأنه بالمجهود اللي تخدم إن شاء الله تكون العودة المدرسية عادية وربما متميزة. إذن هو يوم مفتوح للنظافة بأعدادية ساقيت الدير. إذن وجهنا الدعوة لجميع الأطراف، مشكورين فوز الكشافة بأعدادية ساقيت الدير، كذلك الهلال الأحمر التونسي، الإطار التربوي إذن من قائمين والزملاء أساتذة وتلاميذ أو تلاميذ نادي التربية المدنية بأعدادية ساقيت الدير، ولا ننسى عملة ساقيت الدير بطبيعة الحال الذين يقومون بمجهودات كبيرة وكبيرة جدا نظرا لنقص الفادح في هذا السلك، سلك العمل. إذن اليوم كما قلت هو يوم مفتوح إذن للإتيان على ما تبقى إذن من تسييق وتنظيف، كذلك رفع الفضلات إذن والعشاب الطفيلية حتى إذن تكون المدرسة قادرة على استقبال الأسرة التربوية في ظروف لائقة.